بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بطلابي طلاب الصف التاسع من مدرسة أكاديمية العزيز النموذجية الصلت، المعلمة أسماء النبابته، الصف التاسع. تاسع حبايبي، بداية أسأل الله أن يرفع عنا وعنكم هذا الوباء والبلاء الذي أصاب هذه الأمة، فأسأل الله أن يرفع الغمة التي ألمت بهذه الأمة، رفع عنا وعنكم هذا الوباء والبلاء. بداية تافع، سنبدأ بوحدة جديدة ودرس جديد، وهو درس اللغة العربية من كتاب اللغة العربية. هيا بنا لنتعرف إليه. كتاب كليلة ودمنة هو كتاب للفيلسوف بيدبا الهندي، الذي قام بترجمة الكتاب عبد الله ابن المقفع، قام بترجمته من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية. طبعا هو الكتاب قصص على ألسنة الحيوانات، كتب بيدبا يا تاسع على ألسنة الحيوانات، فيها حكمة لكتابة هذه القصص، حيث أن بعض القصص رواها للملك دبشليم عما يجب أن يجري عليه حكمه وسياسة حكمه في الدولة. طبعا كتاب كليلة ودمنة نسبة إلى الأخوين كليلة ودمنة من بنات آوى. طبعا اختلف المؤرخون في أصل الكتاب، والأرجح أنه ابن المقفع هو من قام بترجمة هذا الكتاب من اللغة الفارسية إلى العربية. هيا بنا يا تاسع لنتعرف إلى عبد الله بن المقفع. عبد الله بن المقفع هو قديما كان اسمه روزبة، وطبعا يا تاسع روزبة اسم فارسي، وطبعا عندما أسلم، طبعا الحمد لله أنه أسلم ابن المقفع عبد الله ابن المقفع، فسموه بعبد الله، وتكنى بأبي محمد، وكانت كنيته أبو عمر. وطبعا له مصنفات كثيرة، منها الأدب الكبير والأدب الصغير ورسائل الصحابة، وطبعا ترجم كتاب ابن كليلة ودمنة، ولم يكتبه بل ترجم. إذن ابن المقفع هو من ترجم كتاب كليلة ودمنة، واسمه عبد الله، كنيته أبو عمر، ولقبه أو آسف يكنى بأبي عبد الله بأبي محمد، اسمه عبد الله، عندما أسلم سمى نفسه عبد الله، وله مصنفات كثيرة كما قلنا سابقا. طبعا سنأخذ يا تاسع قصة من هذا الكتاب، دعونا نتعرف إليها. الحمامة والثعلب ومالك الحزين. قال الفيلسوف: زعموا أن حمامة كانت تفرخ في رأس نخلة طويلة ذاهبة في السماء، فكانت الحمامة تشرع في نقل العش إلى رأس تلك النخلة، فلا يمكنها ذلك إلا بعد شدة وتعب ومشقة لطول النخلة وسحقها، فإذا فرغت من النقل باضت، ثم حضنت بيضها، فإذا فقست وأدرك فراخها، جاءها ثعلب قد تعهد ذلك منها لوقت قد علمه بقدر ما ينهض فراخها، فيقف بأصل النخلة ويصيح بها ويتوعدها أن يرقى إليها أو تلقي إليها فراخها فتلقيها إليه. فبينما هو ذات يوم أدرك لها فرخان، إذ أقبل مالك الحزين فوقع على النخلة، فلما رأى الحمامة كئيبة حزينة شديدة الهم قال لها: يا حمامة، ما لي أراك كاسفة البال سيئة الحال؟ فقالت له: يا مالك الحزين، إن ثعلبا دهيت به، كلما كان لي فرخان جاءني يتهددني ويصيح في أصل النخلة، فأفرق منه فأطرح إليه فرخي. قال لها مالك الحزين: إذا أتاك ليفعل ما تقولين فقولي له: لا ألقي إليك فرخي، فرق إلي وغرر بنفسك، فإذا فعلت ذلك وأكلت فرخي طرت عنك ونجوت بنفسي. فلما علمها مالك الحزين هذه الحيلة طار فوقع على شاطئ نهر، فأقبل الثعلب في الوقت الذي عرفه،
فوقف تحت النخلة ثم صاح كما كان يفعل، فأجابته الحمامة بما علمها مالك الحزين، وقال لها: أخبريني من علمك هذا؟ قالت: علمني مالك الحزين. فتوجه الثعلب حتى أتى مالكا الحزين على شاطئ النهر فوجده واقفا، فقال له الثعلب: يا مالك الحزين، إذا أتتك الريح عن يمينك فأين تجعل رأسك؟ قال: على شمالي. قال: فإذا أتتك عن شمالك أين تجعل رأسك؟ قال: أجعله عن يميني أو خلفي. قال: فإذا أتتك الريح من كل مكان وكل ناحية أين تجعله؟ قال: أجعله تحت جناحي. قال: وكيف تستطيع أن تجعله تحت جناحيك؟ ما أراه يتهيأ لك. قال: بلى. قال: فأرني كيف تصنع. فلعمري ليا معشر الطير، لقد فضلكن الله علينا، إن كنا تدرين في ساعة واحدة مثل ما تدري في سنة، وتبلغن ما لا تبلغ، وتدخلن رؤوسكن تحت أجنحتكن من البرد والريح، فهنيئا لكن، فأريني كيف تصنع. فأدخل الطائر رأسه تحت جناحي، فوثب عليه الثعلب فأخذه فهمزه همزة دقت عنقه، ثم قال: يا عدو نفسه، ترى الرأي للحمامة وتعلمها الحيلة لنفسها، وتعجز عن ذلك لنفسك حتى يتمكن منك عدوك، ثم أجهز عليه وأكله.